تحياتي أحبائي وأعزائي متابعو برنامج 60 دقيقة مع ناصر قنديل في هذه الحلقة الجديدة، الحلقة 78 من العام 2017. في هذه الحلقة أعزائي سنحاول معا أن نستعرض السيناريوهات المتوقعة لمسارات المنطقة، خصوصا في ضوء تبلور العنصر الجديد القادم إلى الساحة السياسية وإلى معادلات الجغرافيا واستراتيجية المتمثل بالتوجه الانفصالي لإقليم كردستان العراق. المتغيرات التي حملها هذا الحدث، النتائج التي ترتبت عليه، السياق المتوقع للتطورات، وفي قلبه بالتأكيد سوف أحاول أن أرد على مجموعة من الأسئلة التي وردتني، التي بعضها يعني يحتاج إلى نقاش والتي بعضها يحتاج إلى إيضاح، من مثل الذين يعتبرون أن الحديث عن إمكانية لإجهاض مشروع إقليم كردستان من خلال الضغوط والحصار هو في غير مكانه، انطلاقا من قراءتهم لتقييم خاص يقدمونه للمجموعة الكردية، فيعتبرون بأنه يكفي الحديث عن أن الأكراد بصورة عامة وبصورة مطلقة لا يؤتمنون، وهم جماعة مرتبطون بإسرائيل، وهم جماعة لا يريدون الخير لشعوب المنطقة، وأن هذا يعني بأنه ثمة استحالة للوصول إلى حل سياسي ينتهي بإجهاض مشروع دولة الانفصال. هذا من جهة. من جهة ثانية مثلا البعض الذي يتحدث عن معادلة من نوع آخر، فيتحدث مثلا عن أن الأتراك الذين أشرنا في حلقات سابقة إلى أنهم جزء من عملية الحصار التي سوف تكون معنية بصورة وجودية في منع ولادة دولة كردية، أن هذا يحتمل نوعا من الرهان على الموقف التركي، ويضيفون بأن تركيا دولة مارقة، وأن تركيا جهة جربناها واختبرناها وهي متآمرة، وهي جهة لا يمكن أن تؤتمن، وبالتالي يستنتجون من هذا أكثر من ذلك. بعضهم يقول إن القيادة التركية بما أنها قيادة انتهازية ومصلحية يهمها البيع والشراء والمصالح، ومصالحها ستكون بالمتاجرة بالنفط وببعض المصالح الرخيصة والمقايضات مع الأمريكيين، وبالتالي لن يكونوا أصحاب موقف حاسم من ولادة دولة كردية، ويبنون على ذلك استنتاجا. إذن المواجهة التي يقام الحساب فيها لشراكة تكون تركيا أحد أبرز أركانها هي مواجهة لن تؤدي إلى نتيجة. بعض ثالث طبعا يتحدث بلغة فكرية سياسية، يقول إن حق تقرير المصير يجب ألا نكابر في مواجهته حتى لو كان لا يريحنا بنتائجه، وإن للشعب الكردي حقه في تقرير المصير، وبالتالي لا يمكن أن نكون مع الشيء وضده، فلا يمكن أن نقبل دولة فلسطينية ونطالب بدولة للفلسطينيين ونرفض دولة للأكراد، وبالتالي علينا أن نتصرف بطريقة أخرى. والبعض يذهب إلى القول إن الحصار هو نوع من الضغط الغير مشروع والغير مبرر على البعد الإنساني، وبالتالي هو تصرف متوحش يذكر بحصار غزة. حتى لو كنا ضد الذي قام به الأكراد، فعلينا أن نتقدم برؤية سياسية قادرة على اجتذابهم إلى حل وسط يمكن أن يلبي تطلعهم من جهة، ويحقق المصالح العليا لشعوب المنطقة من جهة أخرى. هذه يعني أبرز الأسئلة وأبرز المناقشات التي لمستها من ردود الفعل على ما قلته وكتبته خلال الفترة الماضية تجاه الملف الكردي، الذي أصبح الآن هو الملف الأبرز على الساحة، وأصبح الآن هو عنوان الحركة التي لم يعد خافيا أن الأمريكي يغذيها، وأن الإسرائيلي يقف وراءها، وأن السعودي والإماراتي يجاهران بصيغة أو يضمران بصيغة أخرى محاولة مد الجذور لمنحها أسباب الحياة ولجعلها عنوانا بات واضحا ومعلوما، أن العداء لإيران هو الذي يقف وراءه، أن محاولة إثارة الغبار والضباب لمنع انتصارات محور المقاومة وتظهيرها كحدث طاغ على تطورات المنطقة هو أحد اعتباراتها الأخرى، وأن يعني إقامة نوع بديل من الفوضى على مساحة المنطقة للفوضى التي كان يراهن على قدرة داعش أن تقيمها يشكل اعتبارا ثالثا. وبالتالي هذا الحدث الذي لم يعد خافيا أن هذه القوى هي التي تقف وراءه، كيف يمكن أن
نلاقيه، أن نتابعه، أن نواكبه، وهو الآن حدث أول على الساحة السياسية، على الساحة الاستراتيجية، على ساحة الجغرافيا ومعادلاتها. هل نتوقع حربا عسكرية؟ ماذا يمكن أن تؤدي إليه هذه المواجهة العسكرية التي يتوقع الكثيرون أنها إذا اندلعت ستكون مواجهة طاحنة تأخذ المنطقة إلى حرب أهلية مفتوحة؟ لأننا نتحدث عن بنية شعبية متجذرة وليست طارئة، ستقاتل دفاعا عن حلم طالما شكل بالنسبة لها هدفا مرتجى منذ عقود بل ربما منذ قرون، والأكراد يحلمون بأن تكون لهم دولة، ولذلك سيقاتلون بأظافرهم وأسنانهم دفاعا عن حلم الدولة. بمقابلهم سيكون هناك من يقاتل بكل قدراته وطاقاته لمنع قيامها، وهذا يعني إدخال المنطقة في حرب تآكل لا تعرف النهاية وتمتد لزمن طويل وتأكل خيراتها وتدمر عمرانها ولن تؤدي في النهاية إلى نتيجة. الأمريكي والإسرائيلي يتفرجان ويغذيان ويفرحان، والمال الخليجي حاضر لمد أسباب الحياة لهذه الحرب خصوصا على الضفة الكردية التي ستحتاج إلى مؤازرة ومساعدة. بالتالي إذن أمامنا كل هذه الاحتمالات، كل هذه الفرضيات، كل وجهات النظر. هذه مهمة التحليل السياسي، وهذا ما أريد أن أقوله كقاعدة ارتكاز قبل الدخول في النقاش. مهمة الاستقراء ليست إصدار مواقف أخلاقية. يعني نحن عندما نقول مثلا إن الأمريكي سيجد نفسه مضطرا للتسليم بحقيقة أن مشروع إسقاط سوريا قد فشل، وأنه لم يعد أمامه فرصة للمزيد من المراهنة، ولم يعد أمامه أوراق قوة يمكن أن يزج بها لتغيير طبيعة الصراع ووجهة الحرب واتجاهاتها، هذا لا يعني رهان على الأمريكي، هذا لا يعني أننا نقول إن الأمريكي هو جهة نثق بمصداقيتها وكأن لدينا وعود أمريكية ونحن نبني عليها آمالا. نحن هنا نقول القوى السياسية، وهذا الأمر ليس منوطا فقط بقوى الأعداء، كل القوى السياسية تنطلق في خياراتها السياسية من حسابات، والحسابات محكومة فوق العواطف وفوق المشاعر وفوق الرغبات وفوق الطموحات وفوق الأهداف المرسومة. الحسابات تحكمها وقائع، والوقائع هي ما يظهره ميدان المواجهة. وعندما وصلت أمريكا في محطات عديدة من هذه الحروب التي خاضتها في المنطقة إلى الحاجة لحسم قرارها بين اختيار الزج بقوتها المطلقة، أي القوة العسكرية الأمريكية بالأساطيل بالاحتلال بالغزو بالحرب المفتوحة، وبين الانكفاء خطوة إلى الوراء تفاديا للمواجهة، حسمت أمرها بتفادي المواجهة. هذا يقوله مجيء الأساطيل في عام 2013، وهذا يقوله ما حدث أثناء الخط الأحمر الذي رسمته أمريكا لمنع الجيش السوري والجيش العراقي والحشد الشعبي والمقاومة من التلاقي على خط الحدود السورية العراقية. هذا تقوله معركة حلب التي كانت فرصة نموذجية لكل حلف الحرب على سوريا. لو كان يملك القدرة للذهاب بقرار الحرب المفتوحة لكانت معركة حلب غطاء مثالي بالنسبة إليه. أولا هو لن يحلم بمعركة شبيهة على الساحة السورية تقدم له فرصة الدعاء أنه يقف إلى من يسميهم الشعب المظلوم أو الثورة أو المعارضة التي يمكن الاحتماء وراء اسمها. ثانيا البيئة الجغرافية السكانية، طبيعة شروط الجغرافيا للقتال، القرب من الحدود التركية، الطابع الوجودي بالنسبة لتركيا في مستقبل مصيرها في الحرب. وكان معلوما أنه عندما تخسر حرب حلب سوف تبدأ تركيا بخطواتها التراجعية. كل هذه الاعتبارات تقول إن كل الضجيج الأمريكي والفرنسي، الضغط في الأمم المتحدة في مجلس الأمن، الإثارة الإنسانية، كلها وفرت شروطا نموذجية مثالية لو كانت معطيات ومقدرات واعتبارات أخذ قرار المواجهة المفتوحة تتيح لصانع القرار الأمريكي سواء في عهد أوباما أو في عهد ترامب أن يذهب للمواجهة المفتوحة، لكانت أفضل ما يمكن أن يحصل عليه في مثل هذه المواجهة. وعندما قرر أن يتفاداها وارتضى بالنتائج التي ترتبت على تفاديها، أي في مرة أولى بسيطرة الجيش السوري وحلفائه على حلب، وفي مرة ثانية بسيطرة الجيش السوري وحلفائه والجيش العراقي والحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية، وحدة بعهد أوباما وحدة بعهد ترامب، لما ارتضاها الأمريكي هذا مش كرم أخلاق. ولما منقول الأمريكي سيرتضيها قبل أن يرتضيها، هذا مش رهان على الأمريكي، هي قراءة لموازين القوى، قراءة للحسابات، قراءة للمصالح. كل القوى السياسية، الخير منها والشرير، الطيب منها والسيء، من معنا ومن ضدنا، محكوم بمعادلة لا حروب مناطحة صخر.
الحروب دائما مبنية على حساب، أن تكون الأهداف الأرباح المتوخاة من تحقيق النصر أعلى بكثير من الخسائر المترتبة على خوض المعركة. كل عاقل، كل قائد، كل مرجعية سياسية، كل جهة تقف وراء استثمار مقدرات دولتها أو حزبها أو حركتها السياسية تتيقن في لحظة معينة من أن حجم الاستثمار المطلوب لخوض المعركة دماء وسلاحا ومالا ومعنويات وسمعة وأخلاقيات، أن هذا الاستثمار أعلى بكثير من العائد المرتجى المترتب على النصر في المعركة، لا تخوض المعركة، ما في غير الغبي والأحمق يخوضها. وبالتالي بكل التاريخ، بكل الشعوب، بكل الحروب، لم نجد حربا يخوضها من يذهب إلى العناد للاستمرار باستثمار دم وسمعة وأخلاق ومال وسلاح في معركة ميؤوس من تحقيق النتائج فيها. هون عندما نقرأ أن الجهة الفلانية ستجد نفسها في لحظة معينة أمام معادلة أن عليها أن تستثمر مالا ودما وسلاحا ومعنويات وسمعة وأخلاقيات أكبر من العائد المرتجى بالنسبة إليها من المعركة، فإننا نتوقع لها أن تنكفئ. وعندما نقول إنها تنكفئ وإنها تذهب إلى تفادي المواجهة وإنها ترتضي في هذه الحالة خيار التسوية وتبحث عن سقوف معينة للصيغ التي يتيحها خيار التسوية، عندما نقول هذا فنحن لا نراهن ولا نبني أمالا. عندما نقول أثناء حرب تموز إن إسرائيل قد وصلت إلى اللحظة، وهذا قلنا، من يعود ويتابع ما كنت أقوله أثناء حرب تموز من يومها الرابع والخامس، إن الإسرائيلي بدأ مسارا انحداريا، طالما أن المقاومة أثبتت القدرة على أنها تمتلك منظومة قيادة وسيطرة ومنظومة إمداد تسمحان لها بمواصلة إطلاق الصواريخ وإصابة العمق الإسرائيلي، وطالما أن البنية الشعبية المحيطة بالمقاومة لن تنهزم ولن تنتفض على مقاومتها بل ستحمي ظهرها وستقف إلى جانبها، طالما أن هذين الأمرين باتا محسومين، فإن المعركة ستطول إلى ما لا نهاية. وفي سياق يوم من أيام هذه الحرب سوف يجد الإسرائيلي أن الكلفة التي عليه أن يستثمرها دما ومالا وسلاحا وسمعة ومعنويات أكبر بكثير من العائد الذي بات يمكن أن يحققه من مواصلة الحرب. في مثل هذا اليوم سوف يقرر الإسرائيلي أن الانكفاء لتفادي استمرار المواجهة هو أفضل من العناد على الاستمرار في مواجهتها، وستكون التسوية التي ستعني نصرا للمقاومة لأنها ستسحب من التداول شرط سحب السلاح وسحق المقاومة وإنهاء وجودها العسكري. ولذلك كنا نتوقع أن إسرائيل التي الآن تطرح في وجه المقاومة بواسطة لبنانيين وعرب وقوى دولية وسطاء مفدين سلموا السلاح قبل أن تسحقوا جميعا، هذه الإسرائيل نفسها ستصل في يوم ليس ببعيد وتقول نغض النظر عن بقاء السلاح أو جدوا لنا مخرجا ملائما لوقف الحرب. عندما كنا نقول هذا ما حدا بيطلع بيقلنا أنه هذا رهان على الإسرائيلي، هذا استقراء لسياق طبيعة المعركة. هذا حصل؟ نعم حصل، مع الأمريكي حصل، بعد حلب حصل، بعد المعركة على الحدود السورية العراقية حصل، نعم حصل. وبالتالي هذا لا يعني على الإطلاق إذن لا رهان على الأمريكي ولا رهان على الإسرائيلي ولا رهان على سواهما. قراءة الحرب، قراءة سياقها يجب وتفرض وتستدعي من كل متابع، من كل محلل، من كل عقل استراتيجي أن يحاول في كل محطة من محطاتها أن يجيب عن سؤال: هل لا زال الطرفين المعنيين بهذه الحرب يقرآن أن الاستثمار الذي تستدعيه مواصلتها أقل من النتائج التي يرتجيان تحقيقها؟ إذا كان نعم بنعم بالنسبة للطرفين فالحرب ستستعر وتتصاعد وتذهب إلى المدى الأبعد، إلى اللحظة التي يستقرئ فيها المحلل والاستراتيجي أن أحد الطرفين بات يستشعر بأن كلفة استمرار الحرب أعلى من عائداتها المرتجات، فعليه أن يقول إنني أتوقع أن يبدأ هذا الطرف بالتراجع الانكفائي وبالذهاب إلى خيار تفادي الاستمرار في المواجهة، وبالتالي البحث عن صياغ ومخارج للذهاب إلى التسويات. مين مكان هذا الطرف؟ إن كان طرف يخصنا أو طرف خصمنا. وبالتالي في هذه الحالة هذا الاستنتاج لا يعني رهانا على طرف من الطرفين، لا يعني أنه عندما تقول إن هذا الطرف سيميل للخروج من الحرب فأنت تتأمل منه خيرا، أنت تقرأ عجزه، ضعفه، حسابه للمقدرات. هاي نقطة أولى منهجيا أتمنى
أن يضعها كل الذين يسمعوني ويتابعونني في عقلهم وفي رؤيتهم وفي حساباتهم قبل أن يتسرعوا بإصدار الأحكام والحديث عن أن في هذا رهان وفي هذا آمال وأن هذه جهة تؤتمن وهذه جهة لا تؤتمن. هون ما عم نتحدث عن صلح عشائري، عن تبويس وعهود لحى، وأنه بيعدوا بيقول له حط إيدك عشواربك وحطيت إيدي عشواربي، هذا مش هو الموضوع. الموضوع أنه عم يوصل لمحل أن ليس أمامه بدائل، وأن مواصلة المواجهة بصيغتها القادمة باتت كلفتها فوق قدرته، وأن عليه حكما بالمطلق أن يبحث عن خيار بديل، خيار يضمن له الخروج بأقل خسائر ممكنة من هذه المواجهة التي لم يعد ثمة آمال بربحها. هذا بينطبق علينا وبينطبق على غيرنا، بينطبق على الجيد وبينطبق على السيء، بينطبق على المقاوم من موقع إيجابي وبينطبق على العدو المغتصب للحقوق. كل من يدخل الحروب معرض في لحظة معينة أن تكون الحسابات قادرة على إيصاله إلى هذه المعطيات، إلى هذه المعادلة. وبالتالي هذا لا يعني أننا نقع في فخ الآمال والأوهام والأحلام والرهانات، هذه قراءة. هلأ بيقدر واحد يقول لا، إن لدى الأمريكي ما يمكن أن يزج به، وبالتالي أنت مخطئ عندما تقول بأنه سيضطر للانكفاء لأن بيده القدرة الفلانية لم يستعملها بعد وسوف يستعملها وسوف تغير في مجرى الأحداث. هم من ناقش أنه شو في بعد بإيده الأمريكي، بفوت الإسرائيلي بحرب مباشرة، السعودية بتجيب طيرانها وبتبلش، والجيش السعودي بده يفوت من الأردن ويدخل إلى سوريا، ما منشوف شو هي السيناريوهات المتوقعة، التركي بده يفوت يحتل الأساطيل بده تجي، شو هي الحسابات. أما اللي ما عنده استنتاج استطرادي بأن ثمة شيء ما يمكن أن يفعل وبيروح دغري على النقاش بالنوايا، أنه أنت لما بتقول الأمريكي بده ينكفئ فأنت عم تحسن الظن بالأمريكي، بده لا يواخذنا نقول له هذا مش سياسي، هذا يعني نوع من الضجيج الذي لا ينتمي إلى العلم. اللي فيك تضل تقول أنه الأمريكي سيء، بس السيء بيسالم وبيصالح وبينهزم، والجيد بيسالم وبيصالح وبينهزم، لأن المسالمة والمصالحة والهزيمة هي معطيات الواقع وليست معطيات الأخلاق، هي معطيات الحقائق في الميدان وليست معطيات الإرادات والرغبات. إسرائيل لو ترجع لإلها لسحقت عظامنا ب 2006، ولقررت أن يدخل جيشها ودباباتها حتى عكار وحتى الشام، لكن هاي الإرادة شيء والرغبة شيء والوقائع والحقائق والقدرات والإمكانيات هي شيء آخر. ولو قيد لأردوغان أن يصل إلى دمشق بثلاثة أيام بدون ما يوصل لمعركة حلب ويضطر أن يختار الانكفاء لما تردد، لكن الحقائق والوقائع والمعطيات حول مقدراته وإمكاناته أصلا قبل أن تتموضع روسيا وهو مربك في فكرة التوغل في العمق السوري، فكيف وبعد أن تموضعت روسيا وتموضعت إيران وصارت كلفة المواجهة تعني حروبا فوق طاقة دولته على تحملها. هون مش حسن ظن بأردوغان، هون قراءة للحقائق والوقائع المحيطة بالمعادلات التي تصنع القرار السياسي، إن كان هالحكي عن أردوغان أو عن غير أردوغان. فإذا هذا قسم أنا أردت في الحقيقة أن أبدأ فيه لحتى يكون واضحا وينزرع في الأذهان وتبنى عليه المقاربات والمحاكمات والاستنتاجات. النقطة الثانية اللي بدي أقولها أنه أنا بكل تواضع ما بحكي عن عبث، يعني مش أنه والله هلأ صار موضوع الأكراد فأنا يعني تفاجأت فيه وإجيت عم حاول أني خفف من وطأته، ويمكن في يوم من الأيام لما جسمت الحسابات المبنية وراء إطلاق هذا المشروع البعض قال لي أحبطنا يا أستاذ، عم تقلنا كأنه الانتصارات بدها تضيع وهذا، فرجعت قلت أنه هذا الكلام كان من أجل الإضاءة على حجم المشروع، على خلفياته، على أبعاده، وأن هذا المشروع مشروع جدي، وأن هذا المشروع يستحق منا التأمل ويستحق منا التفكير ويستحق منا وضع الخطط والرؤى في كيفية إدارة الصراع معه، ولكن ما ننذعر، ما نصاب بالهلع لأنه غير مبني على معطيات تسمح له بأن يكون قابلا للحياة. بلش حدا يقول له عم تراهن على الأكراد، الأكراد ما بيتأملن، عم تقول تركيا بدها تواجه الأتراك ما بيتأملن، وكأنه أنا عم بحكي عن هذا بيتأمله هذا ما بيتأمله، وعلما أنا ضد الإطلاق وضد الحديث عن أنه في شعب سيء وشعب جيد والأكراد عاطلين والأكراد مش ملاح والأكراد ملاح، أنا لست في هذه الدائرة. بين العرب من هو أسوأ من أسوأ الأكراد، وبين السوريين من أساء لسوريا أكثر من أعداء السوريين، وبين اللبنانيين من خان لبنان ومصالحه أكثر من أعداء
لبنان واللبنانيين، وبالتالي ما حدا يطلع لي بنظرية شعب منيح وشعب عاطل وشعب بيسوى وشعب ما بيسوى. يعني فلقنا حالنا بالحرب الأهلية بلبنان نحن ونقول هذه ليست طباع اللبنانيين. مين طباع مين لكان اللي ذبح على الهوية واللي قص روس واللي حط الناس بالسبت الأسود على الحيطان رجال ونساء وأطفال ورشهم بالرصاص؟ طباع من هذه؟ هاي هاو لبنانيين وحوش اللي عملوها. حاجة بقى كل حدا يعني كل شعب. وبسوريا الأمر كان سمعنا نغمة مشابهة من بعض السوريين، هذه ليست أخلاق السوريين. يا أخي بكل الشعوب في وحوش وفي متخلفين وفي جهلة وفي أنذال وفي خونة وفي تافهين، وفي بكل الشعوب هذا موجود. ولو لم يكن موجودا لما كانت الأزمات أصلا. يعني إذا في شعب الخير وشعب الشر، رجعنا للنظرية العرقية العنصرية، واللي بيقولوا هيك فعلا بتلاقيهم بمحطات معينة. يعني إذا ما هي لما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقيل له أمن العصبية بشيء يا رسول الله أن يحب المرء بني قومه؟ فقال لا، لكن العصبية هي أن ترى أخيارا، أن ترى أراذل قومك أخيارا وأخيار الآخرين أرذالا. بكردستان بين الأكراد بالتأكيد أنه في قوى خيرة، وبالتأكيد أنه في ناس يريدون الحياة الطبيعية المسالمة والهادئة والمتعاونة مع شعوب المنطقة. في ناس عندهم عداء عميق للمشروع الإسرائيلي ويريدون والأمريكي، ويريدون أن يكونوا جزءا من حركة تحرر. ملتبس عليهم الرؤية، ملتبس عليهم المواقف بين الشعور بالرغبة بأن تكون لهم دولة وبين الموقع الذي يجدون فيه أن هذه الدولة رأس حربة في المشروع الإسرائيلي الأمريكي. يا جماعة بين اليهود في ناس ضد قيام إسرائيل، وفي ناس بعواصم العالم بيعملوا مؤتمرات وبيتضامنوا مع حركات المقاومة وينكرون على دعاة الحركة الصهيونية انتسابهم حتى للدين اليهودي. فبالتالي أنا شخصيا بتكون لا تؤخذوني، لا أنتمي إلى المدرسة التي تبعد الشعوب وترى شعوبا جيدة وشعوبا سيئة. أنا عندي أنه اليهودي الذي يقف ضد وجود إسرائيل ويتضامن مع الشعب الفلسطيني ومع قضية الشعب الفلسطيني بالتأكيد أشرف من اللبناني اللي ركب على الدبابة الإسرائيلية وصار يرش زهور وورود وشارك بصبرة وشتيلة. بالتأكيد أشرف من السوري اللي قطع لحم خيه السوري لحتى يقبض فلوس من السعودية أو لا يقدم أوراق اعتماده للأمريكي والتركي والإسرائيلي. بالتأكيد أفضل من العراقي الذي كان يطبل ويزمر للاحتلال الأمريكي ويعتبره الخلاص والإنقاذ والمستقبل، وأكيد أفضل من الأكراد اللي ماشيين مع إسرائيل والأكراد اللي ماشيين مع أمريكا. لكن الشعب الكردي سيء والعرب كويسين؟ لا، لا تؤاخذوني، أنا لست من هذه المدرسة ولا أؤمن هذا الإيمان. هلأ اليوم في مناخ عام ماخذ الأكراد نحو حالة من الغوغاء بوهم الدولة بوهم الحلم، أكيد هذا الشيء صحيح، وبالتالي ما حدا عم براهن هلأ تبدأ حركة معارضة كردية. لكن إيقاع المواجهة أنا أجزم بأنه سينتج فرزا داخل الأكراد، هو فرز مصالح مش فرز خيرين وشريرين. لأن مسعود البرزاني يرمي مصلحته فوق الأكراد ويحاول أن يوهم بأن ما يفعله هو مصلحة الأكراد، ما يفعله هو مصلحة البرزاني ومن معه. وعندما يوصل الأكراد إلى لحظة عليهم أن يختاروا مصلحتهم، يعني عيشهم، يعني وجودهم، يعني لقمة عيشهم، يعني ما كان من عز لهم قبل هذه الخطوة الانتحارية التي أقدم عليها مسعود البرزاني، ما كان عندهم من ازدهار ومن كرامة. لأن هون اللي بيقول لي أنه القصة مش قصة أكله بس، بيقول له لا تؤخذني، الذي كان للأكراد قبل يوم 25 أيلول من شعور بالكرامة وبالشراكة وبالحرية وبالمكانة وبالازدهار وبالعيش الرغيد، ما كان لهم قبل 25 وما ينتظرهم بعد 25 من ذل ومهانة وجوع وعطش وعذاب وذبول في مدنهم وتراجع في ازدهارهم وعمرانهم وسياحتهم، هذا اللي بيخليهم ياخذوا القرارات، هذا اللي بيوصلهم انه في مصلحة مشروع البرزاني في مكان ومصلحة الشعب الكردي في مكان آخر. وسينبري من الأكراد من يرفع صوته ويقول كفى، هذا رح يوصله. ولكن هاي حركة الشعوب هيك بصير فيها، في شعوب تؤخذ على حين غرة في لحظات معينة. عندما وقع الاجتياح الإسرائيلي عام 82 ما حدا يقول لي إنه الشيعة بلبنان كانوا في طليعة الذين قاتلوا الإسرائيلي كشعب كجماعة، أخذوا على حين غرة بسبب المشاكل التي كانت مع الفلسطينيين عشية الاجتياح الإسرائيلي، وتوهم كثيرون منهم أن الإسرائيلي آت ليخرج السلاح الفلسطيني وبعد ذلك يترك للدولة اللبنانية أن تدير أرض البلاد. بقي الاحتلال
بس بالأيام الأولى للاحتلال أنه ما كان في نسبة كبيرة من الشيعة حصلت على بطاقات صفراء واعتبرت أنه الإسرائيلي مخلص أو منقذ أو أنه وفر لها ظروفا أفضل. أنا عايش المرحلة وعايش المناطق وعايش الناس، ولما بحكي بحكي عن يقين وما بشوه تاريخ الشعب الذي وقف في وجه الاحتلال بالزيت المغلي وبالحجارة واللي كان أساس المقاومة التي أسقطت الاحتلال الإسرائيلي. هذا الشعب نفسه في بدايات الاحتلال جزء كبير منه أخذ على حين غرة، بين السوريين مع بدايات ما سمي كذبا وزورا وبهتانا بثورة، وأنا من أوائل الذين وقفوا وشرحوا وفضحوا طبيعة هذا المكون الجرثومي الذي أدخل إلى جسد سوريا. لكن ما أصيبت شرائح واسعة من السوريين بالذهول وفكرت عن جد أنه عم بصير عنده ثورة وأنه هي تعيش مخاضا لتغيير ربما يحمل ما هو أفضل؟ بالتأكيد. وإلا حدا كمان يجي يفسر لي أنه اللي إجوا على لبنان هربانين من سوريا وجزء كبير منهم إما جاء بوهم أن هناك مال ينتظر، وإما جاء على قاعدة أنه لا يريد أن يكون جزءا من الذين يقفون مع دولتهم وسينتظر التغيير ويعود إليه، وإما وإما وإما. طيب هول ذاتهم النسبة الأغلب منهم خرجت في استفتاء العام 2014 في طوفان بشري في شوارع لبنان وهي تنتخب لصالح الرئيس بشار الأسد. الشعوب ما بتعيش تحولات؟ بلا بتعيش تحولات، وهي التحولات هي اللي بتعني بفلسفة السياسة الحقائق المقنعة التي تغير في اتجاهات الرأي العام. لما منقول إن تاريخ سوريا هو الذي كان أحد عوامل صناعة نتائج الحرب فيها، لأنه عبر التاريخ تولدت لدى السوريين تراكمات في الثقافة، ثقافة العيش، ثقافة فهم الحياة، ثقافة النظر للآخر، ما جعلهم في موقع الاستحالة من أن يتقبلوا ثقافة التوحش التي تحملها داعش ووهابيتها. بس لو إجت داعش تسيطر على السعودية مين قالكم أنه كان بالضرورة النتيجة هي ذاتها أمام شعب مش أسوأ من السوريين عم نقول أو السوريين أحسن منه، أمام شعب لم يعش في تاريخه ثقافة التحضر والتعدد والانفتاح على الآخر والتفاعل مع الآخر، وبالتالي ربما يستطيع أن يرتضي ثقافة الإلغاء وثقافة الإبعاد وثقافة الإقصاء وثقافة التهميش وثقافة القتل. وبالتالي من لما منقول هاي الوقائع فعلت فعلها عندما تسنى للسوريين أن يتعرفوا على من هي هذه المعارضة التي كانت كائنا سريا غامضا يحمل بعضا من السحر والجاذبية ككل كلمة معارضة فيها معنى النضال ومعنى الثورة ومعنى التضحية ومعنى الشهامة ومعنى الشهادة. ولما احتكوا بهذا المكون الغامض السحري وبات علنيا ومكشوفا وظاهرا، وإذ به حثالة المجتمع، وإذ به مجموعة من الأراذل، وإذ به مجموعة من الخونة، مجموعة من الذين باعوا أنفسهم للشيطان، مجموعة من القتلة، مجموعة من الإرهابيين، مجموعة من عملاء المال الخليجي، لفظهم ورفضهم وصار لسان حاله يا 100 مرة العودة إلى النظام الذي كان لنا كثير من المآخذ والملاحظات على أداء إدارته وأجهزته وخدماته وحكومته، ولا مرة نسلم مصيرنا لهؤلاء القتلة والوحوش. وبالتالي هذه التحولات عم نحكي أمثلة لنقول كمان مثل ما أنه لما بنحكي عن قراءة الحروب ومنقول أنه الجهة الفلانية ستتموضع على ضفة التسوية، كيف هلأ إذا بلكن السعودية جاي على ضفة التسوية؟ وأنه التفاهم الروسي الأمريكي أكبر بكثير مما يتخيل أحد، وأن هذا التفاهم الروسي الأمريكي يضع بين يدي روسيا كل هذا الحوض الممتد من البحر المتوسط إلى الصين، وأنه في قلب هذا التموضع الجديد السعودية في مناخ حاسم بأن عليها أن تتأقلم مع المتغيرات. وهلأ الاستدعاءات اللي عملتها السعودية لجماعتها اللبنانيين، سمير جعجع وسامي جميل وبكرة وليد جنبلاط وسعد الحريري وبطرس حرب وجماعة 14 أذار، لهم رايحين على التسوية دبروا أموركم، ما بقى في محل للرهان على المواجهة. سوريا حسمت، الرئاسة للرئيس بشار الأسد باتت أمرا فوق النقاش، وفي قلب هذه المعادلة علينا أن نحصن أوضاعنا كي لا نسحق سحقا مبينا. هذا منطق التاريخ، هذا ما له علاقة بإذا قلنا أنه هلأ صرت عم تعتبر السعودية منيحة. السعودية بسوئها وبشرها وبتآمرها وتواطؤها وغدرها، هي السعودية نفسها التي وقفت وراء الحرب على سوريا، ستجدونها بعد سنة وبعد سنتين تموضعت على ضفة الاعتراف بالحقيقة السورية الجديدة. هذا فوق طاقة البشر انه يتحكموا فيه، لو بيكون مش اسمه ملك اسمه امبراطور غصبا عن رابطه بده يتموضع على ضفاف الحقائق والوقائع.
وبالتالي كما نقول أنه في السياسة الدول تحكمها الحسابات، مهما كانت المكابرة ومهما كان العناد ومهما كان الحقد ومهما كان الرغبة والتطلع والطموح، في مشروع بيخسر في مشروع بيربح. صاحب المشروع الخاسر بقدر ما بيكون مصالحي وعقلاني ونذل مش شهم. يعني إذا عم تقول فلان نذل، ماذا نتوقع منه؟ نتوقع منه سرعة التأقلم، كل ما زادت نذالته كل ما صار أسهل عليه أن يعترف بالهزيمة ويتراجع عن خيار التصعيد والمواجهة. فأنك تقول لي الأمريكي نذل، يعني لازم تتوقع أنه باللحظة اللي بيأس من إمكانية الانتصار بيجي بيصف وبيقول هيتو اللي نتقبل التهاني مبروك. وبالتالي إذا هذا صحيح في الحروب، وصحيح أيضا أنه الشعوب ما فينا ناخدها دوغما ونبلش نوزع هويات، هذا شعب طيب وهذا شعب سيء، ما في شعب ما ناخر السوس، سوس الشر وسوس العمالة وسوس الخيانة وسوس التطرف وسوس التوحش وسوس الجهل، وكل الشعوب هذه الفئات موجودة. لكن هذه الفئات تتسنى لها في مرحلة أن تقود شرائح واسعة من شعبها في لحظة من غفلة التاريخ، من زرع الأوهام، من ضباب السياسة، من قدرة وإمكانات تتاح بين يديها سواء في الإعلام أو في استغلال ظرف سياسي معين أو في توفر مقدرات مالية وتسليحية واستجلاب إمكانات بشرية من خارج معادلة مجتمعها، تقدر تفرض أمر واقع. أن يستمر هذا الأمر الواقع أو أن يسقط، هون بقى اللي منسميه لغة الحقائق، الوقائع اللي هي بتقنع الشعوب، مش نقاشي أنا ونقاش فلان ونقاش علان. الحقائق والوقائع مثل ما قال الرئيس بشار الأسد في يوم من الأيام، هذه روايتنا للأحداث للأزمة أنها مؤامرة، لكننا سننتظر حتى يكون الشعب روايته وتتطابق روايته مع روايتنا، يعني يقتنع بأن ما نقوله صحيح. كيف؟ بده يختبر وبده يتيقن، ولما بيتيقن وبيختبر بصير أشد صلابة منا في إسقاط المؤامرة. وهذا اللي صار بسوريا، حدث تحول في المزاج العام. ما حدا يحكيني عن الشرائح اللي من الأصل تقف بقوة إلى جانب خيارات الدولة السورية، والتي لم تكن تزيد عن 20% في بداية الأزمة. العشرين بالمئة 10% منهم مش أصحاب مبادئ، أصحاب مصالح، وهن اللي بكرة بيخوفوا من مستقبل النصر أنهم يتصدروا ويبدأوا بقطف ثماره. 10% منهم مبدئيين مضحين، وعشرة بالمئة التانية هن مجموعة من المصلحيين اللي بيعرفوا مصيرهم ومصير أرباحهم ومكاسبهم ومناصبهم وعائداتهم متوقف على أن يبقى مشروع الدولة، لأنه متسلقين على ظهره. وعلى الضفة الأخرى كان في 20% مثلهم ضد الدولة حتى العظم، 10% منهم عقائديين و10% منهم عملاء وخونة وقبضين فلوس. هول 20 تقابلوا، كل واحد منهم قدم مشروعه، ما قدموا بس بالنص السياسي، قدموا في أن أظهر أمام الشعب السوري قل لي من حلفائك. فقال الرئيس الأسد حلفائي حزب الله وإيران وروسيا، وقال هؤلاء حلفاؤنا السعودية وأمريكا وإسرائيل، واختار السوريون. هاي أول مبدأ، إذا أنت حليفتك إسرائيل كيف عم تقول لي وطني، وإذا حليفتك السعودية كيف عم تقول لي ديمقراطي ومرجعك دولي لا دستور لها ولا انتخابات ولا بلوط، وإذا مرجعك تركيا كيف عم تقول لي عربي، وإذا مرجعك فرنسا كيف عم تقول لي استقلالي. وبالتالي هذا أول مرتبة في المنافسة. اثنين، شو مشروعكم لسوريا؟ مشروعنا لسوريا عند الرئيس الأسد هو مشروع الدولة العلمانية المتعددة المنفتحة على كل شرائحها، الجاهزة لإعادة النظر بدستورها وفق حوار وطني يتفق عليه السوريون، لكن على قاعدة أن اليد الأجنبية التي تمتد إلى سوريا ستقطع. هوليك شو مشروعكم؟ ليرحل الأسد وبعدها نتحدث، نسلمها للأمريكي للإسرائيلي للسعودي للتركي، مش مهم، المهم أن يرحل، نعمل فيها نظام إمبراطوري، نظام ملكي، نظام أميري، نظام إسلامي، نظام أمراء القاعدة، نظام العثمانية الجديدة، مش مهم. طيب ثلاثة، ما هو سلوككم؟ هنا سلوك فيه بعض النقاط الضعف، لكن في إجماله العام هو عابر للطوائف، لا يميز على الأعراق والأديان، وهنيك ذبح على الهوية وأكل القلوب ونهش الأكباد. هون في قضية واضح أنها ثابتة راسخة أنيقة متألقة مشعة، وهنيك واضح أنه في عمالة وخيانة ونذالة. فاختار السوريون، أخذ معهم الأمر سنتين ثلاثة لكن اختاروا. وأنا بقول بالأكراد هيك بده يصير. قدم مشروع البرزاني الآن مشروعه، طيب شو قال هذا المشروع؟ قال هون المن والسلوى. هون لما بنحكي عن الصيرورة
المشروعين الآن، المشروع الآخر مشروع ضعيف. الآن ما حدا بيسترجع يقول أنا ضد الانفصال وضد الاستقلال، بيسحقوه. وهذا النواة الصغيرة الضعيفة الذابلة الهزيلة الآن كلما اشتدت الأزمة وبدأ يبرز بالحقائق بالوقائع أن وعود البرزاني كاذبة وأنها مخادعة، وأن الحال التي كان عليها الأكراد خير مليون مرة من التي أوصلهم إليها، بتبلش الناس تنفك من حول المشروع. كيف أنه أنت عم بتقول الاستقلال هو وعد بالكرامة؟ يا أخي ما كنا أذلاء نحن قبل، وعد بالهوية، ما كنا مضيعين هويتنا، بنحكي كردي وعلمنا كردي وجيش كردي وبرلمان كردي وحكومة كردية، شو الإضافة؟ شو هي القيمة المضافة اللي بعد الاستفتاء أو الاستقلال رح نصل عليها؟ صفر. الموجود كان في كردستان مثل ما قلت امبارح أنا على حد التلفزيونات هو استقلال بلاس، هو ميزاته الاستقلال كلها وميزات النظام الاتحادي كلها، يعني ماخذ من النظام الاتحادي مال الدولة العراقية وعلاقاتها الدبلوماسية ومكانتها مع الحلفاء، وماخذ من الانفصال كل ما يريد من عائدات مستقلة لدولة استقلال. الآن اللي صار أنه ميزات دولة الاستقلال ما عادش قادر يحافظ عليها وميزات الاتحاد خسرها، وبالتالي الناتج سوف هو الذي يحرك الأكراد بحثا عن حل. طيب إذا أنت مش قادر تبني الدولة، شو هي الخطوة رقم 2 يا أستاذ برزاني؟ عملنا الاستفتاء، إذا الحل هو الانفصال شرف اعلن هلأ دولة الاستقلال وبلش ابعت رسائل لدول العالم للاعتراف بهذه الدولة، وقول أنه نحن هاي دولتنا وسنتعامل على أساس نحن دولة مستقلة، واللي ما بده 60 عمره ما يكون بده. ليش عم تركض تبوس إيدين دخيلكم؟ خلوا المطار مفتوح يا خي، ابعتوا مراقبين يشرفوا على المطار وخلوه تابع للحكومة العراقية، بس خلوه شغال. إذا من اليوم الأول بعد ما شفت شيء، بعد ما بلشت المواجهة، وبالتالي أنا اللي عم أقول لما بقول أنه في سياق سيفرض نفسه، هذا مش رهان، هذا مش آمال، هذا مش أوهام، هذا استقراء لحركة الصراع. وبالتالي تركيا رح أبلش فيهم وحدي وحدي، أنه نحن مراهنين على الأتراك، لا مش مراهنين على الأتراك. أردوغان وأولاده متورطين بالنفط الكردي، لكن هل يجرؤ أردوغان وأولاده الآن بناء على المصالح الشخصية أن يقفوا في وجه المزاج العام التركي وقرار الطبقة السياسية والعسكرية والاقتصادية في تركيا التي ترى بوضوح قاطع أن الطريقة التي ستتعامل فيها الدولة التركية مع مشروع قيام دولة كردية في كردستان العراق هي الرسالة التي يمكن توجيهها لأكراد تركيا؟ فإن أدت هذه الرسالة إلى ولادة الدولة الكردية في كردستان العراق، فإن اليوم التالي سيكون ولادة الدولة الكردية في تركيا. وإذا نجحت في إجهاض كردستان العراق كمشروع دولة، فإن هذا يعني أن أحدا في تركيا من أكرادها لن يفكر بعد اليوم في الذهاب إلى قيام دولة. وإذا نجح في الإخلاص للتعاون مع إيران من أجل الوصول إلى هذه النتيجة، سينجح في الحصول على تعاون إيران إذا ما فكر أحد في كردستان أو في أكراد تركيا بأن يعلن الانفصال، لأن إيران تقع على حدودهم من الجهة الأخرى. وبالتالي بالحسابات المطلقة التي لا تحتمل النسبية، لا تحتمل التأويل، مش نسبة 50% و60 و40 و80، 100% بالمطلق لا إمكانية للدولة التركية إلا أن تتصرف على قاعدة واحدة مش احتمالية، قاطعة حاسمة، بأن وجود تركيا يعادل وجود كردستان العراق، إحداهما يجب أن تزول. إذا بقيت كردستان العراق رح تزول تركيا، ورح تكون الخطوة التالية هي كردستان تركيا ودولة علوية على الساحل التركي ودولة سنية في الوسط ستتحول إلى داعش. واللي مش مصدق هذا الكلام يسأل حاله ليش الأوروبيين غير الأمريكان موقفهم. الموقف الأوروبي الآن الذي ترعرع الأكراد، يعني حزب البرزاني كان يستقبل استقبال الأبطال لما يروح على فرنسا ولما يروح على بريطانيا ولما يروح على ألمانيا. زوجة ميتيران كانت تسمى أميرة الكرد قد ما كانت مدل، هذا عم نحكي ثمانينات. هذا الاهتمام والرعاية والعناية، برنار هونري ليفي مش ورتان من بيول علاقة مع الأكراد، ورتان من المخابرات والدولة الفرنسيتين. ليش الآن فرنسا، ليش بريطانيا، ليش أوروبا كلها تقف بحزم؟ لأنها تعلم أن ولادة كردستان العراق كدولة مستقلة هي بداية تساقط صيغ الدول الموحدة في المنطقة،
وهي تعلم أن مجرد اهتزاز صيغة الدولة الموحدة في سوريا قد سبب لها خلال 3 سنوات من 2014 ل 2017 كارثة اقتصادية، كارثة ديموغرافية يعني سكانية، أنه في لون إسلامي عربي صار جزء من المكونات الاجتماعية للدول الأوروبية، راكموا على اللي قبله، راكم عليه اللي جاي بعده، في قلق أوروبي كبير من تغير وجه تركيا، وجه أوروبا. بيقولوا لك أوروبا رح تصير إسلامية سمراء، رح تفقد خصوصيتها كمسيحية بيضاء. هذا في بعضه عنصري، بس في بعضه لا، وطني، أنه يخيب بدنا بلادنا تبقى مثل ما هي. وبالتالي بهذا المعنى، هذا القلق الديموغرافي مع القلق الأمني، هو جابوا الإرهاب معهم، مع القلق الاقتصادي، هو جايين يشلحونا فرص عمل ونحن بظروف كساد، وجايين يتعيشوا على اقتصادنا وفوائضه بتقديم المساعدات، عم يكبوهن بحضننا. يا أخي نحن اللي سبب، نحن اللي سببنا، نحن اللي أسسنا. لو ما نلعب باللعبة بسوريا، ولو ما نعبث بسوريا، ولو ما نمد أصابعنا على سوريا، كانت سوريا دولة مستقرة وشعبها قاعد فيها. يجينا نبلغس بالصحن السوري طلع سمو بخلقتنا. طيب ما بالك وأن إنشاء دولة كردية في العراق سوف يؤدي إلى ما هو أخطر وأعظم وأكبر، بتصير مزحة سورية قدامه. بصيروا إذا تركيا بدها تروح فيها دولة كردية ودولة علوية، دولة سنية بالنص، شو بصير فيها؟ رايح على أوروبا. وإذا العراق هيك وسوريا هيك، معناته نحن رايحين على محل الله أعلم. البعض يتساءل، أنا بقول له فكر، لماذا يقف الأوروبيون كلهم مع النظام والدولة في مصر، علما أنهم هم من رعوا الإخوان المسلمين؟ ليش واقفين مع الدولة المصرية؟ لأنه شافوا بالواضح وبالصريح أن الوقوف مع الإخوان المسلمين بظل وجود ثقل سكاني سياسي شعبي وعسكري إلى جانب مشروع الدولة، يعني على الأقل نص الشعب المصري مع الثورة التي أطاحت بالإخوان. فإذا هم رسملوا على دعم الإخوان، رايحة مصر على حرب أهلية. هاي الحرب الأهلية شو هتعمل بمصر؟ حتهجر من 100 مليون مصري قد 5 10 15 20. إذا كان العبث بسوريا هجر منها 20% من سكانها، البعض يقول 40%. طيب إذا 40% من سكان سوريا هني 10 ملايين، 40% من سكان مصر هني 40 مليون، تحمل أوروبا 40 مليون. وبالتالي هاي اللي بنقصده بلغة الحقائق والوقائع، مش عواطف. هون اللي دعموا الأكراد ورعوهم هن اللي دعموا الإخوان المسلمين ورعوهم، وهن اللي دعموا القاعدة ورعوها، وهن اللي يجدون أنفسهم الآن لا ما عاد فين يكملوا المشوار، لأنه أمنهم وبلادهم ومستقبلها الديموغرافي الاقتصادي الأمني السكاني ما بيحمل هذا العبث وهذا التلاعب. وبالتالي هاي الأوروبا واقفة بكل قوتها الآن إلى جانب الحكومة العراقية والحكومة التركية والحكومة الإيرانية، للي مش يعني مستغرب، لا ما تستغرب. هذا الذي يفسر ليش وقف ماكرون، قال ممنوع التلاعب بالاتفاق النووي الذي وقع مع إيران، لأن هذه الدول الكبرى الثقيلة الوازنة القوية المقتدرة بالمنطقة هي ضمانة الاستقرار. يا أخي لو مش عاجبتنا إيران ومش عاجبتنا تركيا ومش عاجبتنا حكومة العبادي ومش عاجبنا نظام السيسي، جربنا اللعب والعبث في الأنظمة تحت عنوان أن نأتي بمن يمثلنا ويتبع لنا، لا قدرنا نجيب الذي يتبع لنا وفلت الملأ وخربت البلاد، وإذ بنا نتلقى الشظايا. ما عاد نعيدها، الأمريكي قاعد ورا الأطلسي ما بهمه، بعيد آلاف الكيلومترات، بيلعب على حسابنا كأوروبيين. الآن هذه هي النظرة في أوروبا. طيب إذا أوروبا هيك عم بتفكر، تركيا ليش ما بدها تفكر هيك؟ وبالتالي هذا يعني حسن الظن بالأوروبيين على الإطلاق. هؤلاء الأوروبيين اللي نص تفكيرهم اللي موصلهم لهون أساسه عنصري، بيكونوا موضع حسن ظن؟ لا، مش حسن ظن، استقراء لمسار المصالح والتوازنات وحسابات معادلة إن الاستثمار المطلوب بالمال والدم والسلاح والمعنويات والسمعة والأخلاق لربح الحرب بات أكبر بكثير من الأرباح والنتائج المتوخاة فيما لو انتصرنا فيها ومضينا في خوضها. بس توصل دولة من الدول لهون بتبلش تعد للعشرة وتتراجع. وبالتالي التركي الآن تراجع عن مسار الحرب في سوريا، نعم قاطعة. التركي الآن يتلوى ويتلون ليبحث عن مخرج ما يحفظ له ماء الوجه ليتأقلم مع مفهوم التسوية، بالتأكيد نعم. يوسط الروسي والإيراني لتسوية ما مع الرئيس الأسد، والرئيس الأسد يرفضها لأن حجم الطعنة النجلاء الغادرة
التي بخنجر مسموم وجهت للظهر السوري وللخاصرة السورية ليس سهلا الصفح عنها. هون صرنا عم نحكي بالموقف وعم نحكي بالأخلاق، بس بالتحليل هل يغيب عن بالنا أنه نقول نعم أنه التركي الآن بمأزق، وأنه نقول ما جرى في الحالة الكردية يعمق من مأزقه وبيخليه يشعر أنه ما عاد في عنده إمكانية أن يجمع بين الحفاظ على المصالح الحيوية للدولة التركية وبين الوقوف في حلف مع أمريكا وإسرائيل والسعودية؟ كل يوم عن يوم عم تجي وقائع جديدة تقول ما عاد في إمكانية للجمع. من معركة حلب وجاي كان مبين أن الخيار الأمريكي السعودي الإسرائيلي هو اللعب بورقة داعش، استثمارها، إدامتها، إدارتها. ورقة الإدارة عنوانها هو الأكراد بسوريا، يعني تهديد الأمن القومي التركي. شوي بيطلع له كردستان العراق، والمؤشرات واضحة أن السعودي والإماراتي والإسرائيلي والأمريكي عم بيزقفوا وعم بيحاولوا يستثمروا الورقة. اليوم الأمريكان عم يحكوا عن حوار. طبعا هذا الحديث عن الحوار هو لأن الاختناق بدأ، مش هيك الخطة كانت. الخطة مفروض أن كردستان بتتغنج وبتتدلل وتبقى عايش ويا جبل ما يهزك ريح وطيرانها شغال والنفط عم ينباع وأنه خلص الاستفتاء صار أمر واقع. بتحبوا يا عراقيين تفاوضوا من فاوض، ما بتحبوا نحن الدولة ماشي. وبعد شهر 2-3 بيعلن انه بناء على الاستفتاء لجنة لوضع دستور جديد، انتخاب برلمان جديد، رئيس جديد، طبعا بيبقى هو الرئيس او بيرشح ابنه، حكومة جديدة، وتبلش تراس العالم وتطلب الاعتراف فيها. هون نقاش الوقائع مش الرغبات، مش لا رغباتنا ولا رغبات البرزاني. بنحط الوقائع، بنقول انه يا جماعة اللي بيطلع بالخريطة هيك وبيقول لك يا عمي هاي البلاد العربية طلعوا فيها والله بتخوف، أقصى غربها دولة في الصحراء اسمها الجمهورية الصحراوية، عنوانها يمكن وطني وقومي ويساري بس بالآخر هي صيغة انفصال. منطلع بأقصى الجنوب منلاقي جنوب السودان انشق عن السودان، منطلع بالجنوب الشرقي منلاقي بالجنوب الشرقي اليمن عم يتقسم خلص يمن جنوبي ويمن شمالي، منطلع بالشمال الشرقي منلاقي كردستان، منطلع هذا القوس شو النجم اللي بنصه منلاقي فلسطين المحتلة التي يغتصبها الإسرائيليين. وبدك تقنعني انه هذا مش مشروع؟ بقول له لا، مين قالك بدي أقنعك مش مشروع؟ هذا مشروع، بس هل هذا المشروع قابل للحياة؟ تعال نبلش فيه وحدي وحدي. الصحراء الغربية بتقلي ضحكوا عليهم للصحراويين الوطنيين واليساريين بس الهدف هو التقسيم. بقول لك عظيم، وين صار هالتقسيم؟ عم تعيش دولة الصحراء؟ هي تحتضر. بتقلي جنوب السودان وإسرائيل والعلاقة مع إسرائيل، طيب وقفت الأمم المتحدة كلها معه مظبوط، واعترف فيه شمال السودان مظبوط، وينه هلا؟ حرب أهلية واقتتال طاحن ومجاعة، وعنده ثروات وعنده نفط وعنده منيزيوم وعنده ذهب وعنده شو نفعه؟ يحتضر الآن عم يرجع يناقش ويفاوض بالانضمام إلى دولة الشمال. يمن جنوبي بده يعيش لكو بأيام العزمة، عاش اليمن الجنوبي، كيف هلا بده يعيش؟ كردستان على علل الآخرين هم أحسن منها. إذا أخذنا دولة الصحراء على الأقل في دولتين مجاورتين كبيرتين اسم موريتانيا والجزائر اعترفوا بعضهم معترفين فيها، وعايشي أصلا دولة الصحراء أو جمهورية الصحراء على عطاءاتهم ومساعداتهم ومواردهم الغذائية والدوائية والتعليمية وسواها. جنوب السودان ما المنظمة الإقليمية الأهم، منظمة الوحدة الإفريقية، المنظمة الأممية الأهم، الأمم المتحدة، الجار الأهم السودان الشمالي يعني دولة السودان التي نعرفها، كلها اعترفت وتعاملت مع دولة جنوب السودان وها هي تسقط وتهوي. طيب كردستان يا عمي لا الجيران معترفين ولا الدولة المعنية معترفة ولا منظمة إقليمية مسترجي تعترف ولا منظمة أممية مسترجي تعترف ولا دولة حتى من الذين تواطؤوا مسترجي تعترف. طيب اثنين، بين هول في حدا عنده بحار مطلع عليها، في حدا عنده حدود مفتوحة قدامه. كردستان الوحيدة التي لا منفذ لبحر لها ولا دولة حدودية مستعدة أن تتعامل معها، مش بس أنه خيفاني، لا، الدول المحيطة مهددة وجوديا. يعني العراق يخسر صفته كعراق، إيران مهددة بسبعة أو ثمانية ملايين كردي يفكروا بالانفصال بس أعلن الاستفتاء طلعت مظاهرات من بعضهم. تركيا 27 مليون أصل الوجود الكردي في المنطقة هو في تركيا، وهو 27 مليون أول يوم بتعلن وتستقر الدولة الكردية في العراق تاني يوم اللي بدون دولة مثلها. وبالتالي وجود دولة تركية، وجود دولة عراقية، وجود دولة إيرانية يتوقف على وأد فكرة وجود الدولة الكردية.
وبالتالي هون إذن الأمر وجودي بمثاقيل وموازين الوجود، ما في إمكانية للمقارنة بين مصير 250 مليون و5 ملايين. في 250 مليون بتركيا وبالعراق وبإيران، وفي 5 ملايين بكردستان، في واحد منهم بده يخسر، يا ال 5 ملايين بده يخسروا يا ال 250 مليون بدهم يخسروا. بين أيدي ال 250 مقدرات سياسية ودبلوماسية وحجم اعتراف، مكانة لا تجرؤ الدول على تجاهلها، ثروات، موقع جغرافي، مقدرات جيوش، إمكانات، استعداد، إرادة، عزم، قرار. من هون إذا نجي من ناقش هلا اللي بيقولوا لنا طيب بس هذا موقف شعوبي يا أخي، هذا شعبه له حق تقرير المصير. أنا هون بدي جاوب وبدي يكون كتير واضح وما عندي مجال للمساومة، واللي بيقول لي إنه لينين عطى ولينين عطى وبشعوب، أنا ما عم قلد تجربة حدا يا حبيبي، أنا عم ناقش بالحقوق. بالحقوق هلا لينين عطى بولندا بحسابات سياسية أثناء الحرب العالمية الثانية وبده ينهي نظام الاستعمار القيصري اللي كان محتل أراضي بلاد آخرين وضامهم لروسيا. لا تعمل لي إياها هيدي مقارنة. شو هو حق تقرير المصير اللي مش حاصلين عليه الأكراد؟ هم حاصلون على أنهم كيان مستقل، لا تسمي لي إقليم وتسمي لي دولة. هم حاصلون على هذا؟ نعم. حاصلون على علمهم؟ نعم. على رئاستهم؟ نعم. على برلمانهم الذي لا أحد سواه يصدر التشريعات المطبقة فوق أرض هذه المساحة الجغرافية؟ نعم. على حكومتهم التي لا أحد سواها يملك صلاحية الإجراءات والتنفيذ فوق هذه البقعة من الجغرافيا؟ نعم. حاصلون على جيشهم الذي لا أحد يمكن أن يدخل هذه البقعة الجغرافية إلا بإذنه، بما فيه الجيش العراقي للدولة الاتحادية. ما في دولة اتحادية بالعالم، ما في دولة على الإطلاق فيها جيشين. ما في دولة بيقول لي بدي رواتب البشمركة. أصلا قبول مبدأ بقاء البشمركة مناقض لمفهوم دولة اتحادية. الدولة الاتحادية فيها جيش واحد. بأمريكا دولة اتحادية اسمها الولايات المتحدة الأمريكية، نظام فيدرالي. دولة الاتحاد الروسي دولة فيدرالية فيها جيش واحد اسمه الجيش الروسي، اسمه الجيش الأمريكي. مجرد وجود البشمركة كقوة جيش مستقل يعني مش دولة اتحادية، يعني دولتين في بينات ميثاق. هالميثاق يمنح الدولة الكردية ميزات من حساب دولة العراق، ولا يمنح العراق شيئا سوى أنه مرضي حاله بوهم أنه يخي بعدنا عراق موحد. فالذي يجري الآن هو سلخ إسقاط فكرة العراق الموحد مقابل شرف قلع شوكك بيديك. هلأ ما عاد الموضوع هون موضوع حق تقرير المصير، المصير مقرر وخالص، حق بناء الدولة مبنية وخالصة. الموضوع هون حق الانفصال عظيم. بدك تاخد حق الانفصال بدك تكون قده، انه بدك تقول انا بدي ظهر للعراق لانه بدي اذيه، انا قررت ان اؤذي العراق، انا قررت. واللي بيقول لي لا بيقول له مش مصبوط. لو جاء مسعود البرزاني اسمعوني منيح وقال اول شيء لما بتقول استفتاء بحق له دخلك يعمل استفتاء هو لحاله باي شعب بالعالم؟ ما مفروض يا الأمم المتحدة تيجي تشرف على الاستفتاء؟ يا صيغة تجمع دول الجوار والدولة الشريكة اللي بدك تنفصل عنها وتقول بدنا نستفتي هذا الشعب شو بريد لأنه هيك اتفقنا. معركة النضال للانفصال بدي اعتبرها حق تاريخي قومي. معركة النضال للانفصال هي مش معركة فرض أمر واقع، هي معركة سياسية دبلوماسية، إقناع الآخرين بأن لا ضرر سيترتب عليهم بل إن الخير للجميع سيكون أكبر وأهم وأعلى. هذا العمل شيء. ما العراق بعده هلأ مثخن الجراح في الحرب على داعش، في نذالة أكثر من أنك الآن أنت مثل واحد بيو مات هلأ وجمع إخواته وقال هلأ بدي حصتي من الورثة، لك يا عم تركنا لندفنه. فبالتالي ما حدا يفتح علي موضوع انه انت تقف مع شق مع حق المصير ولا لا. حق تقرير المصير في كردستان منجز، منجز. انتم تريدون لكردستان حق الغدر، حق الخيانة، حق القدرة على التخريب باسم حق تقرير المصير. ما في حق تقرير المصير. الشعب الكردي محقق مصيره بكردستان العراق، مقرر مصيره، عامل دولته وخالص. هل يعلن الانسلاخ عن الصيغ التي تقوم بينه وبين الجيرة؟ في طريقتين للانسلاخ، إما الانسلاخ السلمي الرضائي وهذا بيعمل عليه مجهود وبينطر المنطقة تكون بظروف متعافية وبيكون العراق تعافى وبيعمل حوار وطني عراقي من أجل تحسين شروط بناء الدولة والاتخاذ للعبر من التجارب الماضية
وبيرجع بعد منها بيحكي مع الإيرانيين مع الأتراك، تعوا يا جماعة توسطوا بيننا وبين أخوتنا في العراق، نحن بإقليم واحد، عندنا مصالح استراتيجية واحدة، عندنا أمن قومي واحد، نحن حتى بس نعلن دولتنا ما بدنا هذا يأثر على تركيا ووحدتها، ما بدنا يأثر على إيران ووحدتها، بدنا نجيب أخوتنا الأكراد بتركيا ومثلهم في إيران ونقنعهم بأنه ما عشناه هم لم يعيشوه وما مر علينا لم يمر عليهم، نكون سندا لهم في المعنويات لكن فليحافظوا على وحدتهم داخل الدول التي هم فيها. هذا اللي بده يعمل مصلحة شعبه، هذا صار في سياسات الدولة المستقلة. يعني عم تقول حقهم في تقرير مصيرهم مقررينه، حقهم في بناء الدولة بانيين. عن شو عم بتدافعوا؟ اللي عم بتدافعوا عن موقف الأكراد الآن، يعني عن موقف البرزاني، عم بتدافعوا عن حقهم في رسم السياسات التي تدمر وتفجر معادلات الإقليم، وين مكان هذا الإقليم؟ هون أو بآخر شرق أوروبا أو بجنوب آسيا. حقهم في أن يمارسوا التخريب في الإقليم، عندنا الحق بس بتحملوا تبعات، وعلى ضوء هذه التبعات بدها تصير في نتائج وتداعيات. وبالتالي إذن ما جرى ليس مشروعا، نقطة على السطر انتهى. هذا الذي جرى ستجري مقاومته وموازين القوة ستسمح بإجهاضه، وآلية الإجهاض ثقلها أن تركيا لن تكون خارج المواجهة، مش خيارها، قدرها أنها هي رأس الحربة في المواجهة، وأن الأكراد كشعب هم الذين سيخوضون عملية التحول. هذا لا رهان ولا وهم ولا آمال، هذه حقائق، لأنهم سيكتشفون أن الجنة التي كانوا فيها قد زالت، وأن الجحيم الذي جاءوا إليه اسمه البرزاني، وأن عليهم أن يتخلصوا من هذه الجرثومة البرزانية. اللي بيقول لي هذه أحلام، بقول له بكرة منذكر بعض، بكرة منذكر بعض. الذي تتعلمه الشعوب في الساعات الساخنة والحارة من الأزمات لا يمر عليها في سنوات باردة. وبالتالي رح تشوفوا حزب الطالباني بكرة رح يتحول من حزب 10% لحزب 90%، لأنه كان الذين سبقوا الجميع بالقول إن الإصرار على إجراء الاستفتاء في كركوك يحمل نوايا خبيثة وإشارات سيئة. وأنا بقول اللي فضح كذبة حق تقرير المصير هو الإصرار على إجراء الاستفتاء في كركوك. اللي مؤمن بحق تقرير المصير ما بيجي بيعمل صلبطة على العرب وعلى التركمان وعلى سواهم وبيقول إنه أنا لأنه هاي منطقة النفط وهي ليست جزء من كردستان، لا حسب معاهدة 20 ولا حسب اتفاقية 70 ولا حسب خط حظر الطيران 90. وبالتالي الصلبطة عليها هي التي تفضح حقيقة النوايا والمراد من عملية الاستفتاء فالانفصال. وبالتالي أنا أصل من هنا إلى القول، هذا ما قلته قبل 3 سنوات رح أختم فيها، أنا لا أدخل على الحدث باعتباط حدث كردستان العراق. رح أقرأ لكم شو كاتب عنه ب 2 تموز سنة 2014 يوم أعلنت ولادة داعش، كتبت تحت عنوان كتب ناصر قنديل على موقع توب نيوز، اكتبوا هلا حطوا كتب ناصر قنديل توب نيوز، داعش للصخب والدولة لكردستان. أقول وسأختم بهذا، ليس جديدا التأشير على حجم الصخب الذي أحدثه ويحدثه تحرك داعش. داعش يتشبه بإسرائيل في كسر المعادلات وفرض الأمر الواقع، ويلقى دعمها الخفي، لكن ليس داعش إسرائيل ثانية، مش لأنه ما بده، ما بيقدر. دولة الخلافة هي فيل في مخزن الخزف يكسر كل شيء ثم يخرجونه. معلش اسمعوا هالكلام اللي قالوا 2014 وتخيلوا اللي صار بالثلاث سنين. دولة الخلافة فيل في مخزن الخزف يكسر كل شيء ثم يخرجونه. لا مصلحة لأحد بتحويل ساحل المتوسط إلى سرك للفيلة. كائن مثل داعش لا يمكن تحمله في تورا بورا، فكيف ببوابة أوروبا والخليج؟ المتزامن الوحيد مع ولادة داعش الذي يتسم بالجدية هو ولادة كردستان المستقلة. عدا عن الفرصة التي يوفرها التفاهم على مواجهة داعش من تبرير لقاء وتحالف الخصوم الذين بلغت بينهم المواجهة حد إحراق السفن وكسر الجسور من دون أن يبدو أحدهم مهزوما،
خطوات انفصال كردستان جدية وثابتة ومدروسة. إعلان نتنياهو دعم دولة كردية مستقلة جدي ومدروس أيضا. رفض إيران سياسي لا وجودي، فالدولة الكردية لا تهدد بتقسيمها، وكذلك سوريا، فالجاليات الكردية فيهما نتاج النزوح وحصلت على حقوق المواطنة، بينما المشكلة هي في تركيا، هناك المشكلة وجودية. فهل تقلع تركيا أشواكها بيديها، أم أن إمبراطورية بني عثمان باتت عبئا على حلفائها؟ ناصر قنديل. هذا قبل 3 سنين يوم ولد داعش. لم نفاجأ بمشروع الدولة الكردية. إلى اللقاء في الحلقة القادمة.